بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب غروب، مكبس علف، تصنيع علاف الدواجن، توفر منه مطور، بيشتغل على مطور 3 حصان، 5 حصان، و10 و20 و30 لحد 50 حصان، من اول 50 كيلو لحد طن. طبعا المكبس راكب، المكبس اللي في الفيديو ده انتاجيه من 50 ل 75 كيلو في الساعه، معاه لوحه الحمايه، معاه المشحمه، المكبس جاهز على التشغيل. طبعا في منه اللي هو انتاجيه من 50 ل 75، من 100 ل 150 لحد طن. شركة عرب غروب.